بسم الله والحمد لله والله أكبر. يقول ربي بشأن الوليد بن المغيرة مخاطبا نبيه الأكرم عليه الصلاة والسلام: ذرني ومن خلقت وحيدا. الأمر بيني وبينه، ما غير ما تشفع فيه، ما غير ما تحن عليها، هو عنده موقف منك مش مستريح، لأنه هو كما قلنا متكلف، غلب عليه الشيطان، فأنساه ذكر الله وأنساه اللي فما أنبياء، وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما مش مستعرض بيه، وعنده آلهة بتاعه ملت الأخرى، وعنده محمد ما عندوش عليه الصلاة والسلام، محمد ما عندوش خير، مش قرر هما بمحمد من هو محمد، نكر بالنسبة لهم. عليه السلام ولا عليه الصلاة والسلام ولا كلمة ولا هو عندهم لا، ولذا لا يقبلون أي فكرة ولا أي كلمة ولا أي آية قرآنية أو كلمة أو جزء مقطع من مقاطع القرآن الذي نزل بمكة تلك الأيام. نعود إن شاء الله تعالى.